معقولة؟ الهانم بنفسها عندنا؟ لما تكون بتكلمني ترمي الزفت اللي في ايدك ده. تؤمري. ايه يا صحر؟ مش هتيجي تسلمي على صاحبتك؟ صباح الفل يا ست الكل. بسم الله ما شاء الله، شرفتينا ونورتينا يا مرات اخويا. انا هنا بصفة العضو المنتدى، مش بصفتي مرات اخوك يا يسري. بس كده؟ شرفتينا ونورتينا يا مهرة هانم. انا جاي عشان ابلغك على شوية قرارات جديدة. قرارات ايه؟ يعني هنفتح البيبان المقفول وهنعمل سجل تجاري لكل المصانع والمصنع ده، والتأمينات للبنات كلها هنا في المصنع. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ وصفاء تعرف كده؟ لا ولسه. الورقة دي عشان نقلك من المصنع هنا، أما الورقة دي بقى عشان فصل العترة من المصنع. استنى، في ورقة كمان. أما بقى الورقة العسل دي عشان صحر، عشان هي اللي هتمسك المصنع هنا. وربنا